واحنا في الضرايب مين اللي جالكم يا فندم؟ احنا رفضنا او قابلنا اعضاء مجلس مصر. اكيد هعرف انت طبعا. انا عايز اكمل مصر. انا عايز اكمل يا فندم اللي انا بقوله. الاستاذ على فكره الاستاذ جبال المراضي عندك في القوى العامه يا فندم، عضو في القوى العامه، هو اتحاد عمال مصر. حضرتك طبعا اتحاد عمال مصر، اتحاد عمال مصر اتحاد حكومي ممثل يتبع الحكومه يا فندم، مش يتبع العمال والموظفين. اتحاد عمال مصر يا استاذه مجد، اتحاد عمال مصر اللي هم اصحاب المصلحه يا جماعه. بس رئيس لجنه الحكومه، حضرتك عارف تاريخ اتحاد عمال مصر. طب يعني اتمنى لو خلاص، لو في يعني مرحبا بيك، تعالوا دعوه للحوار المجتمعي. استاذ وائل، استاذ وائل انا هقول لحضرتك، مش حضرتك بتتكلم باللوائح والقوانين والدستور يا فندم. ده قرار ده يا فندم مكاتبه عندنا في الجهه بتاعتنا يا فندم. اهو المكاتبه دي بتقول لك طبقا احكام القانون رقم 18، مكاتبه بين الادارات طبقا لقانون 18 حضرتك يوم 18/2/2016، يعني حضرتك بيعمل بقانون 18 الى الان. ده حقيقي اللي تم رفضه يا فندم، بيعمل بيه. يا استاذه مجد، حضرتك بتنتقلي لنقطه ثانيه. راجل بنتكلم على ايه الاول؟ بنتكلم على القانون النهارده. انا بقول لحضرتك يا فندم سيبيني ارد بس. طب خلينا نتكلم. انا شايف ان القانون ما زال مستمر. انا بقول انا مش بقاطع يا فندم، انا بقول لحضرتك احنا مش عايزين نتكلم. طب استاذه مجد لو سمحت، يعني طب لو سمحت، احلام ورديه، احنا عايزين على ارض الواقع. لو سمحت عشان هو يتكلم بس. مفيش وردي خالص، مفيش وردي حضرتك. قانون تم عرضه، مش قرار بقانون، تم عرضه في يناير 2016، تم رفضه مش بناء على ان احنا بنغازل الناخبين ولا ان احنا، لا تم عرضه لان احنا بندرس مظبوط وبنشوف فعلا ايه الصواب من الخطا وفقا للدستور والقانون، وتم العمل بيه في 12 مارس 2015. حضرتك اديني فرصه اني ابقى اكمل ارجوك يا فندم، مش ممكن ادخل في عمق الموضوع. ما في عمق الموضوع، مش عايز اديني فرصه. وبناء على كده حضرتك احنا رفضنا بناء على قناعه حقيقيه، مش عشان الضرايب ولا عشان، لا ده عشان ده فعلا كان يعني مجحف بالنسبه للموظفين. معنى كده ان احنا هنجلس بدون قانون لتفعيل الخدمه المدنيه او لتفعيل الوظائف العامه في مصر. نرجع للقانون 47 اكمل يا فندم بعد اذن حضرتك. فلسفه القانون قد كانت قايمه قبل كده على فكره الاجر الوظيفي والاجر المكمل، وانا دارس القانون كويس. احنا في القانون الجديد حضرتك عملنا تعديل هام في هذه النقطه، ان فكره ان الاجر الاساسي كان بيمثل فقط 30% من الاجر، وكل بعد كده الاجور الحوافز والمكافئات والى اخره بتمثل اكثر من 3/4. في هذا القانون تم تعديل الهيكل المختل ده. كان عندنا اجور السنه اللي فاتت في الموازنه اللي فاتت 218 مليار. في الموازنه القادمه اللي هيتم اقرارها الاجور اللي محطوطه في الموازنه 228 مليار. ده معناه حضرتك ان هذه في جهات زادت يا فندم. احنا بنكمل اهو، احنا بس اديني فرصه اكمل. انا راجل بتاع ارقام، ما تتكلميش تاني خالص بعد اذنك. من الجهات اللي عماله تزيد يا استاذ مجد بعد اذنك. انا عارف كويس جدا ان في جهات سياسيه في الدوله كل يوم يا فندم بياخد بدل مش عارف مين، بدل شياكه وبدل الاغا وبدل انتكه. هو ده اللي بيحصل. والموظفين الضعفاء ما بيزيدوش يا فندم بعد اذنك. ادي فرصه يتكلم، ما تتكلميش تاني خالص بعد اذنك. انا حديث هدي حضرتك هيوصل لنتيجه. ادي فرصه يتكلم، انا بتكلم. ما ينفعش تقطعينا كل شويه. حضرتك ما هو بيعرف يتكلم والله. حضرتك بتدخل في، ما ينفعش حضرتك تقطعينا كل شويه. حضرتك بتتكلم والله معايا. انا بتكلم بس بهدوء بالاخر. يعني هو استاذ مجد، استاذ بعد اذنك ما ينفعش. هو بيعرف يا فندم يرد. هو احنا اصحاب المصلحه وبنسمع كلام واحنا بندافع عن الشعب اكتر منك. احنا بندافع عن الشعب اكتر منك. يا بعد كده ما حد سامع حاجه والله. والله ما حد سامع حاجه. مش هنزيد على مجلس النواب لان مجلس النواب هو اللي رفض في الاول. يا استاذ محمد ممكن يرفض تاني. عشان بنقول ان مجلس النواب قراراته المفروض كانت تحترم. يا ست مرحبا بيك، تعالي المجلس عندنا وقانون اترفض من المجلس. حوار مجتمعي وهنسمعك وهنناقش كل اللي بتتكلم فيه. لو جت محدش هيدخلها. انا اللي هدخلك، انا مسؤول اني ادخلك. يعني لا الامور ما بتمشيش. هو اقول حضرتك ان احنا بعد ما نحضر ياخدوا كلامنا ودعوات رسميه. يا استاذه مجد حضرتك بتشككي في كل حاجه رغم ان ده المتبع. عارف ليه يا فندم؟ بس ادينا فرصه يا جماعه كده. لو سمحت، لو سمحت، لو استاذه مجد، لو سمحت استاذه مجد، النقاش بدا يفلت والمشاهد مش هيسمح حاجه. هنتكلم بهدوء جدا. يبقى واحد يجب توجيه دعوه للنقابات ولكل المعنيين بهذه القضيه في جلسات استماع من النقابات وغيره. عندنا اذا المعنى كده حضرتك ايه؟ ان احنا جلسات الاستماع هتتم بحضور النقابات، وان القانون ما بيتسلقش ولا حاجه زي ما حضرتك قلتي، لان القانون بقى له 4 شهور مرفوض، فمعنى كده ان هو اخذ وقته، وان احنا لازم نصدر هذا القانون لان مش هنتنين على طول نشتغل بقانون مرفوض او بقانون فيه عوار. في فلسفه القانون الجديده حضرتك اللي انا قلت لك عليها ان احنا نحول الاجر الوظيفي اللي هو الاجر الاساسي يبقى هو يمثل 75% من الاجر. الكلام ده ليه؟ عشان نعدل بعد كده منظومه المعاشات والتامينات. يعني الفكره الاساسيه في هذا القانون ان هيبقى لها انعكاس في المستقبل على منظومه طب المعاشات. طب تسمح لي اناقش الفكره دي؟ حاضر يا فندم، بس مين اديني فرصه بقى عشان اكمل. انا عايز اقول لك حيني النهارده وبعد كده اكمل. بس اكمل بعد اذنك. نقط الاعتراض يا فندم اللي عند حضرتك يا استاذه مجد يا دكتوره منى، نقط الاعتراض احنا متفقين معاكم فيها مش مختلفين. يعني انا عايز اقول لك ايه، النائب صلاح عيسى تحدث، واحنا على فكره ما زال هو في لجنه القوى العامله 30 او 40 نائب،
انت لسه بتتحدثي عن 595 نائب هيتحدثهم في الموضوع. فانا عايز اقول لك ان احنا بنناقش بوعي. عايز اطمنك هياخدوا بالدراسه. لا 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 لا, لا هكملك بس يا فندم, هكملك. كلنا بنقرا يا فندم, ان يعني كلنا مسؤولين في الاخر. اكيد طبعا هيقروا يا فندم, مفيش موافقه. هو انا مش بلاش, مفيش. هو انا هحرك. انا يوجد موافقه, موافقه داخل مجلس النواب يا دكتور محمد. امال الكتل معموله ليه؟ انا وكيل لجنه الصناعه مش كده؟ الكتل اللي هي 350. لا يوجد يا استاذ وائل الكتله داخل البرلمان بتبعت لها بال لا 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 يا استاذ وائل. الكتله دي كانت موجوده ايام التصويت في المره الاولى على يعني هذا القانون. عايز لو سمحتوا يا جماعه النقطه الاولى بتاع الاجور عشان لما تخلصها يناقشوها. فانا متفق مع حضرتك تماما في الاجور, بس فكره الاجور اللي هي لسه الماده اللي لم تقر, فكره العلاوه الدوريه تبقى 5% ولا تزيد, انا متفق.